الأحوال الجوية والطقس في نشرتنا. وختاما مرة أخيرة مع مصطفى ميزار، إليك مصطفى. شكرا من جديد ريهام أديب، وشكرا أيضا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 39 درجة مئوية والصغرى 28، والجو في القاهرة شديد الحرارة. في الأسكندرية 37-26 والجو فيها حار، في مطروح 35-25 والجو فيها حار، في بورسعيد 34-26 وفيها الجو حار، في الإسماعيلية 38-27 والجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 38 درجة مئوية والصغرى 26 درجة، والجو في محافظة السويس حار، وفي العريش 34-25 والجو أيضا حار، في طابة 36-26 الجو فيها حار، في شرم الشيخ 41-30 درجة مئوية والجو شديد الحرارة، في الغردقة 42-31 والجو فيها أيضا شديد الحرارة، في الأقصر درجة الحرارة العظمى 45 درجة مئوية والصغرى 28 والجو هناك شديد الحرارة، كذلك في الوادي الجديد 45 درجة والصغرى 25 والجو شديد الحرارة، في شلاتين 41-31 والجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 37-29 والجو فيها حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.